البيت المبارك وهذا المكان المبارك بين ظهراني أهل القرآن وطلاب القرآن، وبين ظهرانينا علماء من علماء البلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء لحضورهم إلى هذا المكان، داعمين لطلاب القرآن متفقدين لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا الباب أن يجزي الإخوة لمنظمة المشكاة خير الجزاء لتنظيمهم لهذا اللقاء وهذا التداعي وهذا الحضور وهذه المحاضرة للشيخ الكبير والداعي المعروف محمد العريفي الذي يزور السودان في هذه الأيام. كما نرحب في هذا المقام أيضا بالشيخ الدكتور عبد الحي يوسف الذي ليس بغريب عن هذا المكان، وأيضا له الشكر من طلاب القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل ود الفاني على أن يسر هذا اللقاء وهذا الحضور للشيخ محمد العريفي، ونحن نيابة عن القرآن وأهل القرآن وطلاب القرآن وعن أهل قرية ود الفاني وأهل المنطقة عموما نتقدم له بالشكر ولكل من ساهم في هذا اللقاء. نقدم الشيخ عبد الحي في كلمات قبل حضور الشيخ محمد العريفي، وجزاكم الله خير. رحمه الله مولانا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وشكر الله لمولانا الشيخ الخليفة محمد هذا الاستقبال الحافل وهذه الحفاوة البالغة التي ليست بغريبة عليه، فقد ورث المكارم كابرا عن كابر. وكما قال الأول بأبي اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فعهدنا بهذا المكان وبهذه الخلوة القرآنية منذ أيام والده الخليفة الريح رحمة الله عليه أنهم أهل كرم وبذل وعطاء وحفاوة بالقرآن وأهله، فأسأل الله عز وجل أن يبارك لهم فيما آتاهم وأن يجزيهم خيرا عن عطائهم لأهل القرآن وأهله، وأن يجعل نار القرآن ونوره موقدة في هذا المكان. ولا شك بأن فرحتنا في هذه الخلوة تزيد على فرحتنا بأهل القرآن أن يكون من بيننا رجل قرآني هو مثلكم ممن اشتغل بالقرآن صغيرا حتى أكرمه الله عز وجل بحفظه، ثم اشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل فسافر في المشارق والمغارب، دعا إلى الله عز وجل في إفريقيا وفي آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا الجنوبية، وقل أن تطأ قدماك بلدا إلا وللشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي ذكر فيها وأثر على أهلها، بالإضافة إلى ما آتاه الله عز وجل من ملكة بيانية وقبول لدى عموم المسلمين. فسرى ذكره في الآفاق، وكان له حضور إعلامي بمواد يستفيد منها طلبة العلم وعامة الناس كذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا أينما كان. وأقول إخوتي في الله، يا طلبة القرآن، علينا أن نتذكر دائما حديث عمر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فاحرص يا طالب القرآن على أن تكون من هؤلاء الذين يرفع الله ذكرهم ويكتب آثارهم بعملك بالقرآن ودعوتك للقرآن وتعليمك للقرآن. وأترككم في هذه اللحظات مع الشيخ المبارك
من أجل أن يحدثكم بما يفتح الله عليه، وهذا اللقاء تنقله قناة طيبة على الهواء مباشرة، ويراه من كتب الله له أن يراه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الله يجزيك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى يا أبنائي الكرام وإخوتي الفضلاء أن يسر الله تعالى هذا اللقاء معكم، وأسر الله جل وعلا أن يجزي الإخوة الكرام القائمين على هذا الموقع المبارك، هذا الموقع الذي أحسب أن الملائكة تحفه في أكثر الوقت، وأن الله جل وعلا ينزل سكينته عليه آناء الليل وأطراف النهار، كيف لا وهو موضع يجمع فيه حفاظ القرآن حفظهم ويحرصون فيه على تلاوة القرآن والتعبد لله تعالى به، ويجالس بعضهم بعضا حفظا وتلاوة وحرصا وتدبرا، فهنيئا لكم والله الاجتماع في مثل هذا المكان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده، فإذا كان هذا الفضل في مجلس واحد، فما بالك بمن تكون مجالسهم جلها في حفظ القرآن وفي تدبره وفي مدارسته وفي مراجعته وفي تسميع بعضهم لبعض، وهذا يسأل الآخر أين وصلت، وهذا يقول له هل راجعت، وذاك يقول ماذا أتقنت. فإذا اشتغل المرء بمثل ذلك فلا شك أنه على فضيلة كبيرة وفقه الله تعالى إليها، والله جل وعلا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عمر رضي الله تعالى عنه لما أقبل إلى مكة قادما من المدينة، لما كان عمر رضي الله تعالى عنه خليفة، وخرج إليه أمير مكة يستقبله في وسط الطريق، فقال له عمر: من تركت على أهل الوادي؟ من استخلفت على أهل مكة يكون أميرا عليهم حتى ترجع إليهم؟ من تركت على أهل الوادي؟ فقال: تركت عليهم ابن أبزة، وليت عليهم ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ من هذا الرجل؟ قال: مولى من موالينا، يعني رجل عبد مملوك ليس من ينتسب إلى قريش ولا إلى ثقيف ولا إلى كبار قبائل العرب، قال: عبد مملوك من موالينا، رجل من موالينا. فقال له عمر رضي الله عنه: استعملت على أهل الوادي، على المهاجرين وعلى الأنصار، رجلا مولى؟ كيف يعني عندك المهاجرون والأنصار وعندك كبار أهل قريش وتستعمل رجلا عبدا مملوكا، كيف تفعل ذلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن، عالم بالفرائض، عالم بالحلال والحرام. فقال له عمر: حسبك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فهنيئا لمن اشتغل بالقرآن وصرف فيه وقته وجعل فيه جل حياته. الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن في آخر حياته حتى توفي في عام 728 للهجرة، فلما بقي في السجن سنة وسنتين قال: لقد ضيعت عمري في غير القرآن، وذلك أنه ما كان عنده إلا المصحف يقرأ. فقال: الآن اكتشفت ما في القرآن من حكم وتدبر، هذا وهو يعني من أئمة الدنيا في الفقه والعلم والقرآن والتفسير والحديث والعقيدة وغير ذلك، ومع ذلك يقول هذا. عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: لو صحت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله. وكان يحب أن يقرأ من المصحف، حتى كانت المصاحف من كثرة ما يقرأ فيها تتمزق ما تتحمل، وذلك من كثرة تلاوته. فأنا أقول يا أبناء الكرام، هنيئا إذ اشتغل غيرك بتعلم الموسيقى أن تعلمت القرآن، هنيئا إذ ذهب غيرك ليتابع ما يتابع من مسلسلات وأفلام وجلست أنت تتابع حفظك وتراجعه، هنيئا إذ صحب غيرك من صحب من أهل الشهوات وأنت صحبت أهل القرآن، هنيئا لك.
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والله لا، الذي يخلص النية لله تعالى ويسلم قصده لله جل وعلا ويصفي نيته، والله لا يرفعنه الله تعالى بهذا القرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي القرآن يوم القيامة وقارئه الذي يقرأ به في الدنيا، فيقول القرآن: يا ربي حله، قال فيلبس حلة الكرامة. يقول القرآن: يا ربي حلي صاحبي، اجعله حلوا، اجعله حسنا جميلا، قال فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول القرآن: يا ربي زده، قال فيلبس تاج الكرامة. ثم يقول القرآن: يا ربي ارضى عنه. القرآن يشفع لك من مثلك، القرآن يشفع ويرفع وينفع. قال فيقول القرآن: يا ربي ارضى عنه، قال فيقول الله تعالى له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وفي الصحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. الطير إذا اجتمع في السماء يأتي مجموعتان من الطير العظيمة تطير، قال: أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فأنت على خير إذ وفقك الله تعالى، أنت على خير. والله يا إخواني إن أقواما يتمنون أنهم يستطيعون أن يتفرغوا لحفظ القرآن كما تتفرغ، يتمنى. ولقد تعهد الله كما قال ابن عباس لما قرأ قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال: قد تعهد الله تعالى لقارئ القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وأمر الله تعالى بإجلال حافظ القرآن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن، غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. ووالله ما رأيت أحدا تفرغ لحفظ القرآن وتلاوته وتجويده وتحسين صوته به إلا وقع في قلبي من إجلاله وإكرامه الشيء الكثير، حتى إني أقبل رأسه وأقول: يا أخي أنت أولى أن تقبل رأسك من غيرك، أنت الذي أمر الله تعالى بإكرامك وإجلالك. ولذلك احرص يا ابني ويا أخي، احرص على إتقانه، احرص على حفظه. والسودان وأهلها هم أهل القرآن. أنا حفظت القرآن على شخص سوداني، ويسر الله تعالى لي، جزاه الله خير، وكان يعلمني ويسمع لي وأقبل إليه في المسجد ويحفظني. أهل القرآن إن انتشروا في الدنيا فقد اجتمعوا في السودان، وهذه الخلاوي والمواقع التي يحفظ فيها القرآن سواء في مثل هذا الموضع أو في غيره هذه كثيرة ومنتشرة، وأصبح حفظ القرآن أمرا ظاهرا سواء عند الذكور أو عند الإناث. وحافظ القرآن إذا وفقه الله تعالى لحفظ القرآن فلا بد أن يقوم بحق القرآن. ما هو حق القرآن عليك؟ إذ يسر الله تعالى لك حفظه، ما هو حق القرآن عليك؟ أولا الإخلاص في حفظك للقرآن الكريم. القرآن حفظه طاعة وعبادة وقربة. احرص يا ابني على أن يكون حفظك للقرآن نيتك في حفظه خالصة لله سبحانه وتعالى، لا ليقال فلان قارئ أو فلان حافظ أو فلان متقن. وإن وقع في نفسك شيء من هذا فاستعذ بالله منه، لا تقل في نفسك: أنا غير مخلص إذن سأترك حفظ القرآن. لا، يأتي الشيطان إلى الشباب أحيانا ويقول له: أنت تحفظ لأجل أن يقال قارئ، أنت تحفظ لأجل أن تشتهر، أنت تفعل كذا. لا تلتفت إليه، الشيطان يريد أن يحول بينك وبين البقاء في هذا المكان، فلا تلتفت إلى الشيطان، استعذ بالله تعالى منه. احرص على الإخلاص لله جل وعلا، ولا تلتفت إلى الشيطان فإنه يخذلك، ولا تلتفت إليه ولا تستجب لما يقول. هذا مهم جدا أن تخلص لله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح: قال: اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. قالوا: يا رسول الله كيف نتقيه؟ يعني ما دام الشرك بهذا الخفاء كيف نستطيع أن نبتعد عنه وهو خفي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا شعر أحدكم بشيء من هذا فليقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
احرص على أن تقول هذا. إذا وقع في قلبك شيء استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا ربي ارزقني الإخلاص بالقول والعمل. ولا يكن دخول الشيطان عليك في نيتك لا يكن مانعا لك من حفظ القرآن وإتقانه، لا يكن مانعا لك من حفظ القرآن ومن إتقانه، بل احرص على أن تتقنه وأن تضبطه سائلا الله تعالى التوفيق والسداد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعمل بالقرآن. عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل وهو عروة بن الزبير ابن أختها، وأرجو من الإخوة يتقاربوا قليلا حتى إخوانهم الواقفون في الشمس يدخلون، بس قالت لعروة بن الزبير لما قال لها أخبريني عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لعروة بن الزبير يا عروة ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، أقرأ القرآن وتجد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يعني يقرأ في القرآن قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لما يقرأها عليه الصلاة والسلام تؤثر في أخلاقه فيحسن إلى الكبير والصغير، يحسن إلى الغني والفقير، يحسن إلى العالم والجاهل، يحسن إلى القريب والبعيد. ما دام أني أقرأ القرآن معناه لازم أن القرآن يؤثر في أخلاقه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، يقرأ في القرآن قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فيتكلم بأحسن الكلام، أبشر وإن شاء الله، ويكون لطيف في عبارته مع الناس، لأن الله يقول له وقولوا للناس حسنا، ليس قولوا للناس قبحا وسوءا، وإنما وقولوا للناس حسنا، وبالتالي يتكلم مع الناس بأحسن وأجمل الكلام. هذا قارئ القرآن يا إخواني. يقرأ في القرآن قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيغض بصره، ويحفظوا فروجهم، فيحفظوا فرجه. ليش؟ لأنه يقرأ القرآن. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لما كبر سنه وشاخ أراد أن يخرج معهم في المعركة، قالوا لا تحضر المعركة وأنت كفيف، أنت أعمى كفيف البصر، قال أحمل الراية فإنني لا أرى فلا أفر، أنا أحمل الراية العلم وأنا ما أرى ما أشوف، فطبيعي أني ما أفر، كيف أركض وأنا يعني وأنا أعمى كفيف البصر ما أفر. فأعطوه الراية وجاء ووقف في وسط المعركة، فقال له قائل يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن أم مكتوم انتبه لا تفر. فماذا قال؟ قال بئس حامل القرآن أنا إن فررت. يقول القرآن يمنعني، كيف أفر وأنا أقرأ قول الله جل وعلا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لا فيها فقد باب غضب من الله، كيف أنا أقرأها وأخالفها؟ بئس حافظ، بئس قارئ القرآن أنا إن وليت الدبر. شوف كيف يعتبر أن حفظه لهذه الآية ملزما له في أن يطبقها. يجب على قارئ القرآن يا إخواني أن يتعبد لله تعالى بتطبيقه في حياته. يقرأ في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلأجل أنه مصلي يحفظ لسانه من الفحشاء ويحفظ جوارحه من المنكر. ليش؟ لأنه يقرأ القرآن والقرآن أخبر أن الصلاة تنهى عن هذه الأمور. إذا ما أثرت فيك هالآية يا ابني إيش الفائدة من حفظك للقرآن؟ يقرأ في القرآن قول الله تعالى مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بالتالي يصبح محسنا إلى والديه في تعامله في لطفه في تصرفه ونحو ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وبالتالي لا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا من المؤمنين والمؤمنات. ليش؟ لأنه يقرأ الآية. لا بد يا ابني وأنت تقرأ القرآن أن تطبقه في حياتك، نرى تطبيقه في لسانك وفيما تسمع وفيما ترى وفيما تمد إليه يدك وفي كلامك وفي أخذك وردك في بيتك في مدرستك في حتى في الحمام في دورة المياه إذا دخلت في الخلاء، أن يصبح ما تعلمته من آداب شرعية لحفظك القرآن أن تطبق كل هذا.
ولذلك يقول ابن عباس أو ابن مسعود يقول رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. قيل له كيف يعني والقرآن يلعنه؟ قال يقرأ في القرآن قول الله تعالى ألا لعنة الله على الفاسقين وهو فاسق، فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهو كاذب. يقول يعني إيش الفائدة أن تقرأ تحريم الكذب في القرآن وتكذب، أو الفسق وتفسق، أو تحريم إطلاق البصر والكلام عن وجوب غضه ولا تغض بصرك؟ يقول إيش الفائدة من هذا؟ لذلك يا إخواني احرص على أن تكون تعمل بالقرآن، تعمل بالقرآن كما كان السلف رحمه الله تعالى يفعلون ذلك. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. يقول ما يقرأ الآيات 10 اللي بعدها اللي ينظر أنا طبقت الآيات ولا ما طبقتها. وهكذا كان السلف. يقول البخاري رحمه الله تعالى والله ما وضعت حديثا، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول والله ما وضعت حديثا في كتابي الصحيح إلا عملت به قبل أن أكتبه. والإمام أحمد رحمه الله كذلك، إمام أحمد تكلم عن المسند. الإمام أحمد مرة كان في بيته في بغداد فخرج يصلي بأصحابه وهو محرم لابس إحراما، فقالوا له يعني يا إمام الذي يريد أن يحرم يعني لا يلبس الإحرام من هذا الموضع، اللي يريد يحرم يلبس الإحرام من الميقات وأنت تلبس الميقات هنا. فقال إني رويت في المسند أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس إحرامه في بيته ثم خرج إلى أصحابه فصلى بهم بإحرامه ثم خرج إلى عمرته. فيقول أنا أريد ما دام أنا كتبت الحديث في المسند أنا أريد أن يطبقه. هذا بلا شك يا إخواني يعني مرتبة عظيمة. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل. يقولون العلم شجرة والعمل ثمارها، إذا كان الشجرة ما لها ثمر رخصت قيمتها عند الناس، أصبحت فقط للظل، وربما أقبل بعض الناس وقضى حاجته تحتها في الظل، لكن إذا كان لها ثمر هذا بلا شك أنه يكون له مكانة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن يربي أصحابه على أن يعملوا بالعلم. والله جل وعلا يرفع قارئ القرآن. جلس صلى الله عليه وسلم يوما إلى أبي بن كعب فقال عليه الصلاة والسلام له يا أبي أي آية معك من كتاب في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أخبرني. فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، يعني فرح به هنيئا لك العلم أبا المنذر. فلا يكفي فقط أن تحفظ، اعرف فضائل السور، اعرف معاني الآيات. يعني تقرأ مثلا في القرآن قول الله تعالى الله الصمد، لابد أن تعرف إيش معنى الله الصمد. تقرأ غاسق إذا وقب، إيش معنى غاسق إذا وقب؟ لابد أن تعرفها. تقرأ في القرآن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، طيب إيش معنى وصيلة وحام وسائبة؟ ما معنى هذا؟ احرص يا ابني أن تفهم ما تقرأ. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا بد يا ابني أنك كما أنك تحفظ القرآن لا بد أن تفهم معاني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن حفظ القرآن يقول لو أن رجلا، ذكر هذا في كتابه الجواب الصحيح في آخر الكتاب، يقول لو أن رجلا جاءه رسالة من شخص يحبه ولكن الرسالة وصلت بغير اللغة التي يفهمها. أنت بينك وبين شخص مثلا صداقة وكذا فأرسل لك رسالة باللغة الفرنسية أو الألمانية أو كذا، فإذا كان هذا الشخص غالي على قلبك وله مكانة سوف تمسح الرسالة وتقول والله ما فهمت خلاص أمسحها؟ لا، ستبحث عمن يترجم لك كلامه حتى تفهم ماذا يقول لك.
صحيح ولا لا؟ بينما لو جاءتك رسالة دعاية من شركة الاتصالات أو كذا بأي لغة ما تهتم بها، لكن لو جاءتك الرسالة من شخص له مقام وقدر عندك تجد أنك تحرص أن تفهم كلامه لتفهم ماذا يقول لك. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وليس أعز علينا ولا أعلى من أن نفهم كلام الله تعالى، ليس أعز علينا ولا أعلى من أن نفهم كلام الله تعالى. فإذا قرأ القرآن كلام الله جل وعلا ينبغي له، إذا قرأ القارئ كلام الله جل وعلا ينبغي أن يحرص على أن يعرف معانيه. هذا الأمر الثالث، أن تفهم أن تقرأ ماذا في القرآن، الآيات التي تقرأها، الكلمات التي تمر عليك، لا بد يا ابني أنك تحرص على أن تعرف معانيها، تحرص على أن تعرف معانيها، إما تقرأ في التفسير أو أن تسأل من يدلك على المعاني أو غير ذلك من الأسباب. المهم أن تحرص على أن تعرف معاني الكلمات التي تقرأها. هذا يعني من الله جل وعلا أنزله إلى عباده، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته. ما أنزله الله تعالى لنكتبه بخط جميل ونعلقه على الجدران، أو لأجل أن يتنافس بعضنا مع بعض في حسن الصوت فيه، وإن كان حسن الصوت بالقرآن عبادة وقربة، إنما المقصود الأول. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر، جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع عبد الله بن مسعود، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله بن مسعود، اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم من سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى إيش؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول: فلما قرأتها قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فرفعت بصري أنظر إليه. قال: وإذا عيناه إيش؟ تذرفان. صلى الله عليه وسلم يتدبر، تذكر يوم القيامة، وتذكر وقوفه بين يدي الله، وتذكر أن الله تعالى سيسأله عن هؤلاء العباد، وتذكر جلالة ذلك المكان وعظم الخطب وثقل الموقع وشدته، وبالتالي بكى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لابد أن تفهم وتتدبر. يقرأ الإنسان آيات وصف الجنة، آيات وصف النار، يقرأ ما كتب الله تعالى له من هذه الآيات، فيحرص على أن يتدبر ما يقرأ، يحرص على أن يتدبر ما يقرأ. قرأ الفضيل بن عياض قول الله تعالى: إنها تطلع على الأفئدة، فبكى وقال: لقد تبلغ بهم العذاب أن تصل النار إلى أفئدتهم قبل أن تذوب أجسادهم. يعني من شدة حريق النار عياذا بالله أن القلب يبدأ يذوب والجسد لسه بادي يذوب من شدة عذابها عياذا بالله، فكان يبكي إذا قرأ. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يفهم ماذا يقرأ، احرص على أن تفهم ماذا تقرأ وأن تتدبر فيه. أيضا قارئ القرآن لن يضيعه الله تعالى، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يسكن مع قومه في الصحراء وهو صغير، عمره 6 سنوات 7 سنوات، فكان المسلمون يمرون بديار قومه ويقفون عند البئر الخاص بهؤلاء القوم كما يقف المسافرون، ويأتي المسلمون يستقون من هذا الماء، يأخذون من البئر ماء. فكان المسلمون وهم يستخرجون الماء يقرؤون قرآن، يعني وهو مثلا يستخرج الماء بالدلو وهو يعبئ الماء في القربة يقرأ قرآن، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأ قرآن. وكان الأطفال الصغار من أبناء هؤلاء القوم يأتون عند البئر يساعدون الناس اللي يشتغلون، يساعدونهم يعني يطلع معاك الدلو، يمسك لك القربة وأنت تصب الماء فيها، وتعطي تمرتين ثلاث مكافأة. فكان عمرو بن سلمة وهو
يأتي يشتغل مع أصحابه، يسمع الصحابة يقرؤون قرآن، يسمعهم يقرؤون، فكان يحفظ، حفظ قول الله أحد، إنا أعطيناك الكوثر والعصر، وحفظ نحو ذلك من الآيات. هو غير مسلم وأهله غير مسلمين، لكن يمسك القربة للمسلم والمسلم يصب الماء يعبي قربته، وهذا الصحابي يعني يستمع إليه، فلما والصغير يستمع إليه ويحفظ. فلما انتشر الإسلام وأسلم قومه أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون إماما يصلي بهم، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بكم أقرأكم لكتاب الله. فنظروا وإذا ليس هناك أكثر قراءة أكثر حفظا من هذا الصبي الصغير وعمره 7 سنوات، يقول فقدموني أصلي بهم. فلما تقدم يصلي بهم لم يكن عليه إلا إزار فقط يستر عورته، إزار مثل إزار الإحرام أو نحوه، لكنه في الغالب يكون أقصر، لم يكن فقر، فما عنده إلا قطعة خرقة ملفوفة من سرته إلى ركبته بس الصغير، وكبر يصلي بهم. فلما ركع أقبلت الريح وحركت الإزار وانكشفت عورته، فكان في امرأة جاية بتصلي، فلما رأت الإمام على هذا الحال قالت غطوا عنا استقارئكم استروا إمامكم. يقول فجمعوا لي واشتروا لي سراويل ولبست السروال. يقول فكان فرحي بالسروال أكثر من فرحي بالإسلام، لأنه ما يدري، هو أبو 7 سنوات ما يدري إيش الإسلام، لكن أن يلبس لباسا لا يلبسه أقرانه هذا بالنسبة إليه مفرح. فالمقصود أن الله تعالى رفعه على قومه بحفظه القرآن، ويقول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قال والله أكثرهم مالا ولا أرفعهم نسبا ولا أجملهم خلقة ولا أقواهم جسدا ولا أذكاهم ولا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام أقرأهم لكتاب الله. هذا لأن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويعزهم ويرفعهم ويجعل الله تعالى لهم مكانة عنده سبحانه. فإذا كنت قارئا للقرآن فاعلم أن الله تعالى سيكرمك، لكن بمقدار عنايتك بالقرآن يعتني الله تعالى بك. لا يلك بحافظ القرآن أن يحفظ ثم تأتي وتسأله بعد 5 سنين أو 10 سنين تقول له كم تحفظ من القرآن؟ قال والله أنا قد حفظت القرآن من قبل، قد قرأته وأتقنته. تقول فكم في صدرك منه الآن؟ ها كم في صدرك منه؟ فيلتبس عليه الأمر ويقول ها والله ما أدري، يعني أنا أضبط سورة يوسف وأضبط سورة مريم، ها هو أضبط ربما ها الشعراء، والحمد لله عندي 5 أجزاء الأخيرة أضبطها. عيب يا أخي أن تقول هالكلام، معناه أنك ما تراجع. بعض الناس اليوم على كثرة مشاغله يراجع كثيرا. يعني أنا أعرف اليوم من زملائي في الجامعة دكاترة من حفظة القرآن يراجع يوميا 5 أجزاء يوميا، لا يخرم ذلك أبدا، وهو ليس متفرغا، عند تدريس وإمامة مسجد وزوجتين وأولاد ومقاضي للبيت ورايح، ومع ذلك يستطيع يوميا أن يراجع 5 أجزاء. أما مراجعة جزء واحد يوميا فهذه لا تسأل عنها، جزء واحد يوميا هذه ما يحتاج إلى نقاش، ما تستغرق منك إلا قرابة 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. لكن احرص على أن تكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن بالمراجعة فإنه أشد تفلتا وفي رواية تفصيا من الإبل في عقولها. احرص على أنك تراجع، لا تتوقف عن المراجعة أبدا أبد، وكلما راجعت كان لك أجر. من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهذا بلا شك أن الله تعالى يرفع به العبد عنده جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم حفظة القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام يوما لأبي بن كعب قال له يا أبي إن الله تعالى قد أمرني أن أقرأ عليك سورة إيش؟ من يعرف السورة؟ البينة،
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب الآيات. فقال كعب أبي بن كعب قال يا رسول الله وسماني الله لك، يعني الله ذكر اسمي، الله بعظمته وجلاله وعلوه سبحانه ذكر اسمي، أم أن الله قال اقرأ على أحد أصحابك وأنت اخترتني وسماني الله لك؟ قال نعم. فانفجر أبي بن كعب يبكي. إيش اللي رفع أبي بن كعب؟ سؤال، هل كان في رواية الحديث مثل أبي هريرة؟ لا. هل كان في القيادة والقتال مثل خالد بن الوليد؟ لا. هل كان في العلم بالحلال والحرام مثل علي رضي الله عنه؟ لا. هل كان في النفقة مثل عثمان؟ لا. هل كان في الوزارة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشورة وكذا مثل أبي بكر وعمر؟ لا. هل كان مثل عبد الرحمن بن عوف في تجهيز الجيوش لله؟ لا. إيش عنده أبي بن كعب؟ أنه أتقن القرآن، اشتغل به القرآن، فاستحق أن يقول الله لنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ على أبي بن كعب سورة البينة، سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. لا شك يا إخواني أن الذي تشتغلون به هذا شرف وعز ورفعة، فاحرص أيما حرص على إتقانه، احرص على إتقانه ولا تخرم منه آية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من أصحابه الذين يتلون القرآن، بل كان عليه الصلاة والسلام في بعض مجالسه يطلب من أبي موسى الأشعري أو من غيره أن يقرأ القرآن، ويقول عليه الصلاة والسلام قال يوما وهو راجع من سفر قال إني لأعلم مواضع نزول الأشعريين في الليل وإن لم أكن رأيت مواضع نزولهم في النهار. ما معنى ذلك؟ معناه أنه عليه الصلاة والسلام كان في أثناء سفره يجعل أصحابه مجموعات، هؤلاء أهل ثقيف 100 أو 200 أو كذا، أنتم مع بعض مشيكم، اللي ما معه بعير أخوه يعطيه بعير، اللي ما معه طعام صاحبه يعطيه طعاما. وهؤلاء قبيلة خزاعة الخزاعيين، وهؤلاء البكريون، وهؤلاء الأوس والخزرج وكذا. فكان هناك قبيلة الأشعريين أصحاب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعرف، إذا نزلنا الجيش نزل يرتاح، مواضع نزول الأشعريين، قبيلة الأشعريين أعرف أنهم ورائي أو أمامي أو يميني أو يساري، أعرف مواضع نزولهم بالليل وإن لم أكن رأيت مواضعهم بالنهار. قالوا كيف تعرف أين نزلوا والناس ظلمة؟ فقال من حسن أصواتهم بتلاوة القرآن. قارئ القرآن ينبغي أن يحسن صوته بالتلاوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا، يعني استماعا للقارئ حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. وأيوب عليه السلام قد أوتي حسن تلاوة لدرجة أن الجبال، بل داود، أن الجبال تستمع إليه كما قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. هذا بلا شك أنه رفعة. يقولون كان داود إذا قرأ الزبور، إذا بدأ يقرأ ويتلو ويرتل تأتي الوحش، الوحوش، أسد ولا ذئب، يأتي ويسكن عنده، يستمع إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. شوف من حسن تلاوته. يقول عمر رضي الله تعالى عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من بيته ليلا، قال فلقي أبا بكر فمشى معه ثم لقيني فمشيت معه، قال حتى أتينا إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس له سقف، كان بعضه مسقوفا عليه سعف النخل
وبعضه غير مسقوف مثل السور فقط. فكان الصحابة في شدة الشمس يجتمعون يصلون في المسقوف، أما في يعني في الليل أو في صلاة الفجر يصلون في المكان اللي ما عليه السقف حتى يكون يعني الهواء أحسن. فأقبل النبي عليه الصلاة والسلام ووقف في الخارج يستمع، وإذا عبد الله ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود يقرأ في ظلمة الليل ما يدري من عنده، يقرأ لوحده. شوف هذا أيضا الإخلاص لله تعالى وتحسين الصوت بالقرآن، وإذا هو يقرأ. ثم انتهى من قراءته فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ، قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل، غضا يعني رطبا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا بلا شك أنه مدح. ثم انتهى عبد الله من قراءته من تلاوته فأخ رفع يديه يدعو ويدعو يا رب يا رب يدعو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: سل تعطى، سل يعني الآن الله يستجيب لك الآن، سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. يقول عمر: فبكرت، طبعا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، يقول عمر: فبكرت لأبشر ابن أم عبد. أقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا وكذا، فبكرت لأبشر ابن أم عبد. يقول: فلما جئت إليه وبكرت لصلاة الفجر وإذا أبو بكر قد سبقني إليه، سبقني إليه وبشره. هذا من تنافسهما رضي الله تعالى عنهما. هذا أيضا من آداب القرآن، من آدابه أيضا تحسين التلاوة به وإتقانه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ويقول: زينوا أصواتكم بالقرآن، كلاهما رواية صحيحة، خاصة إذا كان عليك مشقة في التلاوة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في البخاري، يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أوه هذا مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني مثلا يريد يقرأ وقال الذين كفروا فتطلع معه بالسوداني وغال الذين كفروا، فيقول له القارئ وقال، فيقول وغال، يا أخي أقول لك يا زول وقال وغال، رفضت تطلع القاف إلا تطلع غين. هذا عليه مشقة في التلاوة، وبالتالي هذا له أجران. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر إيش؟ المشقة. هذا بلا شك، يعني أنت ربحان ربحان في الحالتين. الإنسان يا إخواني يحرص على إتقانه، ولا يقولن لك قائل: والله أنت طيب حفظت القرآن، طيب وبعدين؟ ما في وبعدين، يكفي أن ألقى الله وأنا حافظ يا أخي، وبعدين؟ وهل تنتظر مني أني أحفظ القرآن حتى يعطوني في الأخير مليونين ولا ثلاثة ملايين؟ يكفيني يا أخي أني أحفظ القرآن لله، وأن يراني الله تعالى قد ثنيت ركبي تاليا قارئا متعبدا متقربا راجيا ما عنده. هذا بلا شك أن الشرف عظيم إذا قرأه الإنسان وأتقنه، فيرفعه الله تعالى في الدنيا ويرفعه في الآخرة. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام عمره دون 15 سنة، فقال لغلام نحوه من الأنصار، لغلام آخر من الأنصار قريب من عمره، قال له عبد الله بن عباس، قال: يا فلان، نحن فاتنا أن نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم لأن كنا صغار، ما يطلعوننا معهم إلى مكة، ولا نخرج معهم إلى غزوة الطائف، ولا تبوك جلسوا 3 أشهر ما طلعنا، وبالتالي فاتنا كثير من الأحاديث أن نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فتعالى نطلب العلم اللي موجود عند الصحابة، يعني تعال نأتي مثلا عند أبي بكر نقول: يا أبا بكر، ماذا تحفظ من الأحاديث؟ فيحدثنا بها،
ناتي عند عمر ماذا تحفظ من الأحاديث فيحدثنا بها وهكذا. فقال له ذلك الغلام قال عجبا لك يا ابن عباس، هل تؤمل أن تصبح عالما؟ يعني أفرض أنك قرأت وحفظت القرآن وحفظت الأحاديث بعدين بتصير عالم يعني من علماء المسلمين؟ وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة في علماء غيرك ماخذين عليك الجو، تريد زاحمهم وأنت طفل؟ اذهب تعلم لك صنعة تكون حداد ولا نجار ولا شيء من هذا، ايش تستفيد من حفظت القرآن وحفظت السنة؟ يقول ابن عباس فانصرف هذا الغلام يتعلم صنعة حتى يتخرج حداد ولا نجار، وانصرفت أنا إلى حفظ القرآن. يقول فكنت آتي إلى الرجل ليسأله عن حديث أو آية فأطرق عليه الباب قبل الظهر فيقال هو نائم، فأكره أن أذهب وأتركه لأني أخشى أن أرجع إليه فيقول والله استيقظ من النوم وخرج، وأكره أن أزيد في الطرق فيخرج إلي وهو غضبان فما يجيبني على ما أريد إجابة تامة. طيب والحل؟ يقول فكنت أجلس على عتبة الباب، أجلس على عتبة ويغلبني النوم فأنام. يقول فيخرج الرجل بعد صلاة الظهر يطلع حتى يصلي الظهر، العالم نفسه بيطلع فت الباب وقد سفت الريح على وجهي التراب وأنا نائم طفل. قال فيمسح التراب عن وجهي ويقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت أيقظتني؟ فأقول لا، إنما أريد طيب نفسك، أنا أستطيع أني أقول أيقظوه لي حتى أسأل، لكن والله أريدك تخرج لي وأنت نفسك طيبة. يقول فيقول طيب ماذا تريد؟ يعني أطلب عيوني، إيش تريد؟ فأقول علمني من يعني كذا أو حفظني كذا أو غير ذلك. قال فيبدأ يجيبه. هذا الحرص من ابن عباس إيش نتيجته يا إخواني؟ جلستك في هالغرف في شدة الحر وربما يمر بك أيام وتجوع وربما يأتي أحيانا بعوض ويتعبك وربما أحيانا تمسك صف عند الحمامات قدامك عشرة وأنت يكاد أن ينفجر بطنك. طيب هل التعب هذا هل تظن أن الله لا يراك؟ هل تظن أن الله تعالى غافل عنك؟ إن تكن أنت في هذا المكان وفي هذا الحر لأجل حفظ القرآن فغيرك يجلس في أماكن في شدة الحر حتى يتابع مباراة كرة، وإن تكن أنت وقفت عند الحمام حتى تتوضأ لتدخل المسجد وتصلي وتحفظ القرآن فعلم أن غيرك يصف صفوفا عند مكان ليشرب الخمر أو ليقع في فاحشة. احمد الله أن الله ما جعلك مثله، توفيق من الله أنك كنت هنا. فابن عباس تعبه الذي تعبه إيش نتيجته؟ يقول أحد أصحاب يقول أحد الناس يقول رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له ماذا رأيت؟ قال رأيت ابن عباس رقى على مرتفع في الحج في منى وأخذ يقرأ سورة البقرة ويفسرها، أن يقرأ مثلا ألف لام ميم ويعطيهم تفسيرها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويعطيهم التفسير. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ويقرأ ويفسر. يقول فوالله ما خرم منها آية، ما أسقط آية ولا مر بآية من غير تفسير. والناس منهم من يستمع ويذهب ومنهم من يستمع ويجلس. يقول فوالله لو أن اليهود والنصارى والبربر رأوه لأهملوا، قالوا هذا عندكم يا المسلمين بهالقدرات؟ أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. ويقول عنه آخر يقول أتيت مرة ابن عباس أريده في حاجة، وإذا الطرق إلى بيتي وإذا السكك إلى بيته مسددة، السكك زحام ما تستطيع أنك تصل. قال فتخلصت حتى دخلت إليه، فقلت له يا ابن عباس الناس هؤلاء اجتمعوا ماذا يريدون؟ كلهم حول بيتك. فقال هؤلاء طلاب العلم
جاءوا من كل مكان، جاءوا من مصر، جاءوا من اليمن، جاءوا من أنحاء أفريقيا، من السودان وغيرها، طلاب العلم جاءوا من كل مكان. قال فقلت له: طيب أخرج إليهم قد صهرتهم الشمس، أطلع يا أخي تعبوا مساكين. فقال: إني فاعل يا غلام. قال: نعم. قال: هيئ لي وضوءا. قال فهيئ له الوضوء، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، فهيئ له الوضوء. جاء ابن عباس توضأ وجلس، ثم قال: يا غلام أخرج إليه فقل لهم: من أراد أن يسأل عن القرآن وأسباب النزول ومعاني الآيات فليدخل. قال فخرج الغلام وصاح بهم ودخل في آم من الناس مجموعات، وسألوا، هذا يسأل عن آية في سورة البقرة، وذاك في سورة آل عمران، وذاك في سورة السجدة، وهذا عن كذا، حتى أجابهم جميعا. ثم قال: اتقوا الله إخوانكم في الخارج، يعني اطلعوا. فخرجوا، ثم قال: يا غلام أخرج إليهم قل لهم: من أراد أن يسأل عن الحديث ورواياته ويدخل. فدخلت في آم، ثم خرجوا، ثم خرج الغلام قال: من أراد أن يسأل عن الفقه. وصاحبه هذا متعجب يرى هالناس، ولا قال ابن عباس في واحدة منها لا أعلم علم. يقول صاحبه الأول بعدما صار عمر ابن عباس 30-35 سنة، وصاحبه أيضا عمرك كذلك، كان يمر بابن عباس ويرى الناس مجتمعين عنده، هذا يقبل رأسه، وهذا يقول: يا فضيلة الشيخ، وهذا يقول لي: شيخ إيش الآية الفلانية؟ فكان ينظر إلى ابن عباس ويقول: والله يا ابن عباس لقد كنت أفقه مني، والله أنت كنت أعقل مني يا ابن عباس. ليش؟ لأن ابن عباس أتقن وحفظ وعلم، وبالتالي استطاع أن يعني أن يتربى على القرآن وأن يعطي القرآن كله حتى أكرمه الله تعالى به. فأنت إذا بتحفظ القرآن وتتقنه لا تخاف على رزقك ولا تخاف على نفسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر قارئ القرآن أن الله تعالى سيرفعه، وأمر بإجلاله وإكرامه. فما دام أنك قارئ القرآن فاعلم أنك بإذن الله تعالى على خير. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم جميعا. الله يجعلنا الله تعالى من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ أهلكم في غيابكم عنهم، وأن يجعلكم قرة عين لوالديكم يا رب العالمين. وأسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من كل سوء، أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من كل سوء. اللهم صب على السودان وأهله الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. وأشكر حقيقة المشايخ الكرام جزاهم الله خير الذين شرفونا بالحضور، والشيخ جزاه الله خير، وشيخنا الشيخ عبد الحي، وأنتم أيضا لكم الشكر، جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يكرمكم ويجزيكم خير، الله يحفظكم يا شيخ، جزاك الله خير. جزا الله خيرا الدكتور محمد علي من هذا الحديث الكرام الطافي الذي هو بالنسبه لطالب القران زاد، نحسبه زاد، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يدينه قام بما جده الله سبحانه وتعالى في العالم الاسلامي. اذا في وقت نسمع اسئله ولا ما في وقت؟ نحن في السودان بان يحفظ بها العلماء حين بعد حين ووقتا بعد وقت. والشكر ايضا للاخوه في المشكاه وفي قناه الطيبه الذين وصلوا لهذا اللقاء، فلهم منا جزيل الشكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جلستنا هذه ونشرنا بها وانتشارها. جزاك الله خيرا، أكرمكم الله الشيخ لي أن يرد التحية بمثلها، ويكرم الكريم الذي أكرمنا فضيلة الشيخ محمد الخليفة الريح، ويريد أن يقدم له هدية تعبيرا عن الحب ليس إلا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. الله يكرمك يا شيخ، هذه بعض كتبي و الله يكرمك، الله يجزيك خير. ما شاء الله، الله يكرمك، الله يجزيك خير، واحرص على حفظ القرآن. الله يجزيك، وأنتم أهله ما يحتاج. أكرمكم الله يا شيخ، أكرمكم الله، جزاكم الله خير، الله يحفظكم يجزيكم خير، لا تنسونا من دعائكم. سلام على الله، السلام عليكم.